اهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من هنا بيروت. بينما لبنان مشغول بالعنوان الرئاسي وبالمبادرة الفرنسية الجديدة التي أتى بها الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان ومفترض عودته في شهر تموز، اليوم هناك عنوان تقدم على كل هذه العناوين، هو القرار الذي اتخذه لبنان بالامتناع عن التصويت لصالح إنشاء هيئة خاصة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا، والذي كان القرار البارحة في الأمم المتحدة في نيويورك من مندوبة لبنان هناك، بقرار طبعا من وزير الخارجية ورئاسة الحكومة بطبيعة الحال. وزارة الخارجية أصدرت بيان شرحت فيه موقفها من هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. في هذه الحلقة بدنا نحكي بالموضوع الرئاسي، وبدنا نحكي بهذا الموضوع بإسهاب بطبيعة الحال مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل، أهلا وسهلا فيك. وكمان بهذه الحلقة رح نكون مع مداخلات حول هذا الموضوع، من رح نكون بمداخلة مباشرة مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب لمناقشته قليلا بما هي الأسباب الموجبة التي دعت بلبنان إلى اتخاذ هذا القرار، علما أنه في اليوم كثير أصوات معترضة بحجة أنه اليوم الدستور اللبناني يفرض على لبنان متابعة القضايا الإنسانية الملحة والحقوقية، وانطلاقا من أنه لبنان معني بهذه القضية بشكل مباشر، أكان عبر المفقودين في الحرب اللبنانية أم أكان عن المصور سمير كساب الذي فقد في أحداث سوريا أثناء تغطيته الأحداث هناك. مجددا بدي أرحب فيك، أهلا وسهلا فيك. بدي أبدأ من هذا الملف، شو رأيك؟ تحية لك للمشاهدين. هذا الموضوع يعني إذا بتسمحي لي أنطر بس شو بيحكي وزير الخارجية، لأنه الدولة عليها واجب متابعة شؤون مواطنيها بأي مكان بالعالم. نحن طبعا لبنان منه دول يعني مثل الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة اللي أو إسرائيل، خلينا نحكي بيعملوا المستحيل، بس أقل شيء يعني يحافظوا على مواطنيهم أو جلب حتى رفاتهم، نحن نحكي هيك بالسقف الأعلى. إنما بهذا الخيار الدولة اللبنانية تصرفت خطأ وضد مسؤوليتها. انما خليني بس اسمع وزير الخارجيه تعرف شو الاسباب الامنية عليه. اذا بدي اجي اقول لك هلا اني قبل بوقت هيدا يعني هذا السبب غلط، انا بدي اقول بالاساس بالمبدا بالشكل بالمضمون ما اقدمت عليه الحكومه اللبنانيه هو قرار غلط وغير مقبول، وتخلي عن مواطنيها باي مكان بالعالم وتحديدا بموضوع الزميل سمير كساب وربما غير الاشخاص. طيب بانتظار هلا يعني انضمام لنا وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب، بدي ابدا بالملف الرئاسي. اليوم بالوقت يلي ناطرين نحن عوده جان-إيف لودريان بتموز ومعه خلاصه جولته اللبنانيه وغير اللبنانيه، في احداث بفرنسا، احداث شغب وتمتد من مدينه الى مدينه، واليوم ثمه من يقول انه فرنسا غير قادره حتى على يعني هي مشغولة خلينا نقول بإدارة بلدها الداخلية، وهي اليوم لم تعد تتفرد بالمبادرة تجاه لبنان وبالحل تجاه لبنان. بدي أسمع رأيك بهذا الموضوع، وما هي المعطيات عن جولة جان-إيف لودريان الخارجية مش الداخلية؟ خلينا نحكي الموضوع فرنسا في الشيء اللي له علاقة بأداء الرئيس مانويل ماكرون اللي هو أوصل أنه حاله إلى درجة يشبه يعني الأشخاص اللي هن يعني رجال النظام، أو هو يعني يقود نظام وليس جمهورية. نعم. من هون لأنه ابتعد عن الاعتبارات الاقتصادية الاجتماعية، شفنا من مدى من 3 سنوات حتى اليوم عدة تحركات بفرنسا رافضة لعدة سياسات اقتصادية اجتماعية أقدم عليها. هذا الموضوع اللي هو أقدم عليه لأنه هو نشأته وتربيته يعني هو رجل مال بعيد عن إذا بدنا نقول عن المنطقة هيك شوي اللي فيه إنسانية أو فيه أخذ بعين الاعتبار حق المواطن، يعني هي هو كتير قاسي كرجل مال. هذا الموضوع انصرف على الساعة على الجانب اللبناني. بالجانب اللبناني طبعا حزب الله عنده حضور على الساحة اللبنانية أو الثنائي عنده حضور، بينما حزب الله عنده امتداد أكثر يعني على خط الممانعة. كذلك سليمان الفرنجية واحد من يعتبر أصدقاء فرنسا يعني هن بمفهومهم، فاتوا بهذا الخط بهذا المحور يعني بهذا الترشيح باندفاع
بدون ما ياخذوا بعين الاعتبار الواقع اللبناني وردات الفعل التي بينت يعني بالجلسه النيابيه الاخيره لانتخاب رئيس. من هون الرئيس ماكرون دائما عم بحط قدامه يعني النتائج الماليه اللي فرضت بفرنسا هذا الواقع. يعني المشكل هو فجر مثل 17 تشرين عندنا بلبنان، صار في اجراء بموضوع الواتساب، انفجر الوضع لانه كانت الناس يعني معبيه وعندها عندها ما بيقولوا محقونه. نعم. كمان بفرنسا في مغتربين ما بدنا نسمي جنسيات تمنسيء لهم، وهن كمان مشاغبين، الا انه كمان في احتقان من تصرفاته. هذا الموضوع يعني عم نحكي توصيف عام، هذا عم برجع اقوله، هذا الموضوع انسحب على لبنان انه تحت شعار انا بدي امن مصالح فرنسا الماليه بلبنان. نعم. التجاريه بلبنان او على مدى الاقليم، اندفع باتجاه تبني ترشح الثنائي. من هون بس اجى الموفد الفرنسي يعني بعد الجلسه الاخيره شافوا النتيجه انه مش مثل ما متوقعين الفرنسيين، كمان حكى معهم دوليا انه انتم تاخرتوا كثير بلبنان، اخذتوا فرصه مش عم توصلوا لنتيجه. الوضع بلبنان عنده خصوصيه وبلد معقد ومركب، بدكم تتعاطوا معه بغير طريقه. بعد الموفد لودريون وكان من اول التوصيات انه عدم استفزاز حزب الله او الثنائي، وانه نشوف بلبنان شو بينعمل. هلا شو بده ينعمل؟ بلبنان اليوم عمل استطلاع، حكي مع كل الفرقاء. الفرنسيين انطلقوا من قاعدة اسمها انه العد ما بيعطي نتيجة، يعني ان كان جاب الرئيس 65 او جاب 70، ان كان اي فريق جاب 70 او تحت ال 65 عملوا مين جاب سكور اكثر، بقناعة الفرنسيين انه البلد بلبنان بده تسوية. اعتبروا هن انه ممكن قبل تركب على قياس المرشح سليمان الفرنجية، اليوم ما مش الحال. بهذا الوقت كمان اجاهم ضغط دول لانه انتم اخذتوا وقتكم بلبنان وموصلتوا الى نتيجة، فاذا ما فينا نكمل هيك، البلد عم يحترق، البلد عم بتفكك. اجا بمبادرة جديدة استلحائية بسموها، بس هالمرة اجوا بطريقة مختلفة عن السابق. كانوا الفرنسيين يجوا بعد ما خلص عهد الرئيس إميل لحود وبعد ما خلص عهد الرئيس ميشيل سليمان، كانوا يجوا على لبنان على قاعدة انه في اسماء مطروحة ويسألوا هالقوى السياسية انتم مين ما بدكم. اليوم رايح الاتجاه انه انتم شو بدكم تعملوا مين بدكم، يعني يحكوا باسماء معهم اسماء، هن كان في معهم اسماء اربع خمس اسماء انه هودي ممكن انه نطرحهم، بس انما كانوا عم يسالوا كيف الحل. نعم. تبين لهم انه الحل مسكر، في ناس رافضه سليمان الفرنجيه. نعم. وفي ناس متمسكه بسليمان الفرنجيه، مشان هيك لورديون رح يعمل جوله ويوصل لطريق مسدود عدوقه، رح يبلش الزخم الدولي الاقوى باتجاه انتاج رئيس الجمهوريه. شو يعني رح يبلش الزخم الدولي الاقوى؟ يعني لا لانه نحن كان لودريان قايل انه هو لن يكتفي فقط بجوله لبنانيه، بده يروح يشوف السعوديين والقطريين على اعتبار انه في لجنه خماسيه هي لها دور كبير بموضوع الرئيس اللبناني. نعم. بطبيعه الحال. هل حصل هذا الموضوع؟ عم ينحكى انه اتصالات بدها تنعمل قبل. لودريان وحده ما قادر يعمل الحل. وقت قعدوا بالدوحة كانت كل القوى السياسية موجودة وكان في 14 و8، يعني قوى من 14 قدر قوى من 8 قدر. ايه محكيو عفوا انه رئيس ميشيل سليمان عماد ميشيل سليمان سيكون قائد جيش، واتفقوا حتى على الوزارة، وصلوا لمحل مدام جوزفين انه بالدائرة الثانية ببيروت ما بترشح حدا ضد نهاد المشنوق وهاني بيسي واثنين مرشحين عن الارمن، يعني وصلوا لكل التفاهمات. وهذا كان في الدوحة عم ترعى الاتفاق بغطاء سعودي بدعم أمريكي، يعني بمعنى 11 دولة كانت قائمة. اليوم لورديون وحده مش قادر يعمل هذه التفاهمات، بده يحكي برئيس جمهوريته، بده يحكي برئيس حكومة، عم نحكي لأنه البلد هو على الطاولة الخارجية بدون ما نسجل مواقف سيادية. نعم. فإذا مش قادر يوصل لمحل، هو رح يوصل لمحل مسكر، يعني رح يوصل لحل، رح يوصل لمحل مسكر، رح تنطلب منه الدول الخمسة انه تتحرك يعني المبادرات. هون في ترقب. نعم. كيف سيكون موقف الامريكي والموقف السعودي على ضوء تحفيزهم هن لا يعني او تسليمهم بدور قطري سابق على الساحة اللبنانية. هون بدنا نرجع فإذا ننطر انه رايحين نحو حركة جديدة بدها تبلش بهذه المرحلة. اوكي، ناطرين السعودي
والأمريكي. اليوم دوروثي شي السفيرة الأمريكية في لبنان لما كانت بعدها بواشنطن بانتهاء ولايتها هون بلبنان قبل ما توصل ليزا جونسون السفيرة الجديدة، كان في لها كلمة ملفتة جدا قعدت فيها رسم إذا بدك مواصفات الرئيس، وقعدت فيها التذكير ببيان نيويورك بنيويورك. بيان نيويورك الشهير بأيلول الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية. أنا اليوم يعني حتى دغري نروح مباشرة على صلب الموضوع، أنه واضح أنه لا موافقة دولية على سليمان فرنجي وإلا كان طلع رئيس. طيب اليوم في حدا بده يحكي مع حزب الله، يعني حزب الله هو شريك أساسي بصناعة رئيس الجمهورية، في حدا بده يحكي معه. هل بدأت مرحلة الكلام مع حزب الله؟ الكلام مع حزب الله موجود، الفرنسيين عم يحكوا مع حزب الله باستمرار، وإن كان متبنيين مرشح يعني الحزب أو مرشح الثنائي، طبعا غيب الرئيس نبيه فري يعني مرشح الثنائي. نعم. كذلك أنه رح يوصلوا لوقت أنه تتفعل الحركة، بس كمان قبل القطريين اللي اجوا على لبنان بتفاهم او بغطاء سعودي عملوا اتصالات وحكوا مع الحزب، وصلوا يحكوا بمرشحين. نعم. يعني بمرحله اولى قبل ما يعني قلنا شهر ونص ما عادوا يتحركوا، هي لانه قبل اجتماع جامعة الدول العربيه كان مفترض بعض منا يجي الوفد القطري، طلع البيان مقتضب ثلاث اربع قصه هيك اسطر ما فيه حل، يعني ما فيه وضوح اكثر انه عن لبنان ومصلحه لبنان ومستقبل لبنان. بس بهيك المرحلة اللقاءات القطرية حسب المعلومات تناولت الكلام عن العماد جوزيفون، لأنه القطريين انطلقوا من محل أنه نوصل لحل، أنه سليمان الفرنجي مش ممكن يصير في تفاهم عليه، سمعوا الفرقاء كل محل يفتحوا الموضوع اللي هو مناسب مع الشخص اللي بدهم يحكوا معه. يعني مع استاذ جبران باسيل طرحوا موضوع العماد جوزيفون كان رافض طبعا. مع الثنائي بينن هن ولمسوا، عم نحكي معلومات انه مش مسكره مثل ما ما بينحكى بالراي العام، انه موضوع العماد جوزيف عون انه هيدا ستيب بينحكى فيها، بس هلا بعدنا قدام مرشح اسمه سليمان فرنجي هو مرشحنا. طيب هون بدي استشهد بشيء قاله اليوم جميل السيد النائب جميل السيد، بس اسمح لي قبل ما نروح على النائب جميل السيد شو قال، بده ينضم لنا وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان بتعليق هيك سريع قد ما فينا لأنه بعد شوي بدنا ننتقل لوزير الخارجية، عن قرار لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر امبارح بنيويورك يلي امتنع فيه أو رفض ضد إنشاء هذه الهيئة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا. بدي أسمع رأيك لأنه بعرف أنه هلأ في مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي تعارض هذا الموقف، ولكن أكيد أريت البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الذي يعلل هذا الموضوع بأنه أولا في لجنة خماسية التزم فيها لبنان بعد قمة جدة، وهذه اللجنة الخماسية علاقتها مع سوريا هي علاقة مباشرة وهي تحتاج إلى موافقة من كل أعضاء اللجنة. تفضل أستاذ وديع. يعني أول نقطة للأسف المؤسف مش بس أنه لبنان لم يصوت مع هذا القرار أو امتنع، لأنه الامتناع والرفض هو بالنسبة إليه كثير قراب على بعض، المؤسف أنه لبنان لم يقم بضغط إضافي. بس لحظة ودي عم بتقول أنه هو لم يمتنع، هو رفض. لا هو امتنع لم يرفض، بس يعني إيه هو امتنع عن التصويت، بس أنه عمليا بالتصويت بالهيئة العامة للأمم المتحدة معروف أنه الامتناع هو شبيه بالرفض، يعني هو عمليا المساهمة بعدم مرور القرار. للأسف الدولة اللبنانية كان الأجدى بها والأجدى بوزارة الخارجية كان أنه تعمل ضغط دبلوماسي لإدخال موضوع اللبنانيين المخطئين قصرا في السجون السورية بهيدا القرار، مش في الاكتفاء بعدم التصويت. النقطة الثانية الحجج المقدمة تشعرنا أن الدولة اللبنانية على قدم وساق منذ عشرات السنين تحاول أن تجد حلا لقضية اللبنانيين المخطئين قصرا في السجون السورية، وهن ولا مرة سمعنا وزير راح على سوريا أو مسؤول أو رئيس سابق أو رئيس حالي أو رئيس حكومة فتح تجرأ وفتح الموضوع مع السلطات السورية. للأسف المخفيين قصرا في السجون السورية اليوم هن المغيب الأساسي وهن الضحية الأساسية لهيدي الغلطة الدبلوماسية اللي ارتكبتها الدبلوماسية اللبنانية. نحن كمنظمات عم نواكب هذا القرار كنا وبعدنا عم نواكب
كمان آليات، لأنه هذا القرار في بعضه آليات. نعم. عم نحاول قدر المستطاع أنه بهذا القرار كان وبالآليات يكون هنالك ذكر لضحايا الإخفاء القسري في سوريا بغض النظر عن الحقبة الزمنية، اللي هو نجحنا فيه تمام. نجحنا فيه عفوا إيه. نجحنا فيه بنوعا ما بالقرار الحالي، لأنه القرار الحالي صحيح عم يحكي عن الحرب السورية، ولكن عندما يتكلم عن جلاء مصير المفقودين في سوريا نعم. لا يضع إطار زمني، يقول المفقودين بسوريا بدون تحديد إطار زمني، أكيد بالأسباب الموجبة نتكلم عن الحرب من 2011، ولكن تمام. لا يوجد أنا تحديد. هون بس بدي أتوقف عند هذه النقطة لو سمحت، لأنه هون في لغط منهم من يعتبر أنه هذا القرار فقط هو يعنى بالمفقودين من العام 2011 بسبب الحرب السورية ومش المفقودين يلي هن بالحرب اللبنانية. القرار يتكلم عن المفقودين في سوريا، يعني من فقد خلال الحرب بس مذكور 2011 لا مذكور 2011 بالاسباب الموجبه انه بسبب الحرب بسوريا اللي بلشت بال 2011 نعم. مشان هيك هنالك معركه دبلوماسيه كبيره بالتفاصيل وقت انشاء، يعني القرار عام الامم المتحده والامين العام للامم المتحده بعتقد 80 يوم لانشاء الاليه، يعني بهول 80 يوم لانشاء الاليه في نقاش طويل حيصير ونقاش كبير، وهون الدور اللبناني ما لازم يكون مغيب، للأسف وزارة الخارجية غيبته، ولكن نحن كمنظمات حنجرب يكون موجود لحتى هيدا القرار يشمل كل ضحايا الإخفاء القسري في سوريا، لأنه نحن نعتبر أنه اللبنانيين الذين اختطفوا بلبنان خلال فترة الحرب الأهلية يعني من 75 لل 90 وما بعد 90 هول الأشخاص هن ضحايا إخفاء قسري لا يزالوا مفقودين في سوريا. ما نمر. ونقطة تانية، طيب خلينا نحط هذا الموضوع على جنب، هل الصحافي سمير كساب الذي هو مفقود في سوريا من خلال الحرب أو غيره من المفقودين اللي نحن ما معنا خبر فيهم، بس في كثير لبنانيين فقدوا سوريا اللي كانوا ذهبوا إلى القتال أو ذهبوا إلى سوريا لأسباب أخرى، أو المطرانين اللي المفقودين هون ما بيستاهلوا من الدولة اللبنانية أنه توقف مع هيك قرار، واللي هو لنكون كمان دقيقين قرار يشمل الحكومة السورية ويشمل التنظيمات الأخرى كداعش والنصرة وأي تنظيم مسلح قام باختطاف ناس بسوريا، يعني بهيدا الموقف الحكومة اللبنانية مش بس وقفت مع النظام السوري، وقفت مع التنظيمات الإرهابية كداعش والنصرة. نعم نعم. طب هل هذا القرار اللي صدر امبارح نهائي وأنتم كيف ممكن تتابعوه لحتى تأثروا عليه؟ هو قرار، لا أكيد مش، يعني هو قرار إطار، يعني نوعا ما حدد الإطار العام لهيدي اللجنة، حدد مهامها، أكيد عم نحكي عن مهام إنسانية وكشف الحقائق. نحن المساعدة اللي حنجرب نقدمها هي من خلال مثل ما بيقولوا هي مش المراسيم التطبيقية ولكن الآليات التطبيقية لهيدا القرار، وكمان استخدام محاولة استخدام النتائج التي تخرج عن هذه الآليات نعم. لمحاولة كشف مصير، لأنه بآخر المطاف يعني مصر اللبناني مصير اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا، لأنه بآخر المطاف للأسف نعم. الآليات التي استخدمت للإخفاء القسري بعد 2004 لم تكن آليات اختلقها النظام السوري جديد، هي آليات موجودة منذ ما قبل 2011، موجودة منذ نعم. من حقبة الثمانينات، وكذلك كمان حيساعد نتمنى أنه يساعد بقضية الصحافي سمير كساب نعم. كساب ينعرف شو صار معه وبقضية أشخاص آخرين مكتوب. نعم. طيب اليوم بالقراءة ردود الفعل كنت عم بسمع أنه بقدر ما اليوم محزن هو الموقف اللبناني أو مخيب للآمال، إنما هناك انتصار دبلوماسي ودولي بأنه إقرار وجود هذه الإشكالية أو هذه الأزمة أو هذه القضية الإنسانية بسوريا. بتعتبروا أنه اليوم بس لأنه هيدا مكرر، القرار مكرر صح؟ منه جديد يعني؟ لا اليوم بلا قرار، يعني الاعتراف موجود كان من خلال الأمين العام المتحدة، من خلال الترابل اي يعني لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بسوريا، من إبر كثير لجان، بس اليوم عندنا اعلى هيئه امميه اللي هي الهيئه العامه للامم المتحده نعم. اللي هي عمليا بالسياسي سياسيا ومعنويا اقوى من مجلس الامن، مع انه مجلس الامن هو عنده القدره التنفيذيه نعم. الهيئه العامه للامم المتحده اخذت قرار بيعترف او مش بس بيعترف، بيخلق اطار لانشاء لجنة تقصي حقائق بسوريا على موضوع المخفيين في سوريا أو المفقودين في سوريا، وهيدا الشيء بعتقد بلا انتصار دبلوماسي كبير لأهالي المفقودين في سوريا، بعتقد الأبطال هون هن أهالي المفقودين والمفقودات بسوريا اللي خاضوا معركة بعد أوقات بالسر
وبالعلن منذ تقريبا 10 سنين واكثر لا يوصلوا لهيدا الشيء. الخطوة الثانية أكيد كتير مهمة هي الآليات، بقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل، ولكن هي خطوة دبلوماسية كتير كبيرة، نجاح دبلوماسي جيد. يعني قضية الإخفاء القسري بعتقد هو بأهمية، يعني يجي بعد إعلان الإعلان العالمي أو المعاهدة الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري للبنان بعد ما صدق عليها. للأسف الدولة اللبنانية مرة أخرى، وأنا بعتقد بإعاز كما أقول بأمر من السلطات السورية لا لجنة خماسية ولا سوريسية، أخذت قرار أنه تحط حالها هي على هامش المجتمع الدولي، وبدل ما تكون هي الدولة ما بيقولوا اللي دخلت أكثر شيء بهيدي الآلية لأنه عندها مصلحة بهيدي الآلية، حيدنا حالنا وحطينا حالنا مثل العادة على الهامش، وبعدين بنتساءل ليه المجتمع الدولي بطل يهتم بلبنان. نعم، شكرا لك وديع الأسمر على هذه المداخلة. أهلا وسهلا فيك رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أهلا وسهلا فيك. بدي انتقل من اسمح لي استاذ سيمو، هلا بنرجع بنكفي حديثنا، بدي اسمع تعليقك على هذا الموضوع. لا وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب يلي بينضم لنا مباشره، اهلا وسهلا فيك مع الوزير. طيب في مشكله تقنيه صغيره، هلا بيمشي الحال. سمعنا اليوم في كلام عن تسييس هذه القضية، يعني لبنان رفض، امتنع عن التصويت، خليني أقول رافضا تسييس هذه القضية. معلش هلا بانتظار الوزير. تفضل انت عشان بعطيك بموقف غير شيء. لا ما بدي شوف الوزير شو بده يقول. طيب. يعني بمعنى طيب اوكي، يعني بدي اعلق مرتين مشان الوقت. لا معنا وقت، معنا وقت، ما تعدلهم. لبنان غلط يعني بكل انواع الاخطاء، بس خلينا نشوف شو عم بده يحكي. طيب كنا عم نحكي قبل انه مين بده يحكي مع حزب الله، وعم بتقول انه القطريين حكيوا مع حزب الله وانه عرضوا قائد الجيش وكان في مواقف متباينه. انا بدي انتقل لشيء لافت جدا، كلام لافت جدا للنائب جميل السيد اليوم بيقول فيه بأنه يعني سألني أحدهم هل تظن أنه سليمان فرنجية سيسحب ترشيحه في وقت ما؟ بيقول لا، ولكن لب القصيد هون بيقول في حال هذه الفرضية حصلت، مع أنه اليوم الثنائي متمسك جدا بسليمان فرنجية، من هو يعني المرشح الآخر؟ ستقول الرئاسة إلى قائد الجيش. بيقول ليش ما في مشاكل بين قائد الجيش وحزب الله؟ بيقول قائد الجيش لم يخطئ حتى الآن في أي أمر استراتيجي، ويعرف أنه لولا التكامل والتنسيق اليومي بين الجيش وبين المقاومة لكانت داعش لا تزال في جرود عرسال، ولربما امتدت إلى جرود بشر للعقورة لعيون السمان لصنين للباروك. وأيضا لولا هذا التكامل والتنسيق لم يكن ممكنا القضاء على عصابات من كل نوع إلى آخره. يعني هون ببرر إذا بدك أنه ما في مشكل بين حزب الله وقائد الجيش، وبقول أنه في تنسيق المناطق اللبنانية وبالقضايا الأمنية المشتركة، أنه في تنسيق. أما عن علاقة قائد الجيش بالأمريكيين كمان بيعمل مطالعة النائب جميل السيد، بيقول أنه منذ عهد الرئيس أمين لحود كان في علاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة الجيش اللبناني، وكان في دعم لهذه المؤسسة. برأيك هذا الكلام هل يمهد لانتقال الثنائي إلى مكان آخر؟ أنا بشوفه توطئة أو تهيئة مناخ، يعني لانه قلت قبل مره انه قائد الجيش مش على الصدام مع حزب الله، عم بيحاول يقول انه الجيش هيدا حدوده وحزب الله هيدا دوره، وهذا الدور اللي اخذه حزب الله في جزء منه اعطته اياه الحكومات ببيانات وزاريه. طبعا في مساحه كبيره اخذها هو بقدرته بقوته بترهيبه، طبعا نكون عم نحكي الوقائع بتساهل. بس خليني اقول لك نقطه مدام، قلت قبل بمرة مع حضرتك عم برجع عيدا يمكن في ناس ما سمعوها، انا قال لي اياها يعني قالت انه وقتها قلت كلام اول عهد اول يعني ما اجى العميل جوزيف هون حكى كلام عن كثير وقت، اول كانت اول زياره على امريكا مع كرؤساء اركان الجيوش. بتذكر وقت حكيت كلام انا عن هالزياره، بيحكيني عم نحكي نحن صحفيين بنشوف كل العالم امنيين ورجال دين وكل انواع العالم، بصير في اتصال بيحكي لنا وقتها مدير المخابرات السابق العميد طوني منصور بالحديث بيقول للعماد جوزيف عون، قال لهم هونيك اذا انتم مستنظرين انه انا قاتل حزب الله هيدي شغله مش وارده. صحيح.
وانا مش متوقع حقيقه الحزب الله. نحن بدنا تقوي الجيش اللبناني، طب لحظه تسويه جيش يقدر يفرض حاله، هيدا دور الجيش اللبناني، هيك هو حدده. هلا صار في كثير كلام، لاخر كلام انا بدي اقول نقطه بس ما تبنيها، ما تخديها علي كثير كثير. فينا معلي لانه رجع الوزير، وحتى يلا بنرجع بس بنكفي هذه الفكره لانه كثير مهمه. وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اليوم في كثير ردود فعل معليك على القرار الذي اتخذه لبنان البارحة بالامتناع عن التصويت في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة. الموضوع هو قضية إنسانية بالغة الدقة بالنسبة للبنانيين، قضية المفقودين في سوريا. بدي أسمع تعليلك. بعرف أنه أصدرت وزارة الخارجية بيان عللت في هذا الموضوع بعدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا نازفا وألما مستداما. بدي أسمع اليوم كانوا اللبنانيين ناطرين موقف مختلف من الدولة اللبنانية مع الوزير. ليك اولا خليني اقول انا بحس مع كل اهالي المفقودين. ثانيا بقول لبنان دائما بيتقيد بقرارات الامم المتحده، ان كانت الجمعيه العامه اما مجلس الامن. هلا ثالثا انه هالقرارات مش دائما بتتنفذ، يعني ما نعمل شيء كبير عليهم انه بكره رح تتنفذ وراح يعملوا وراح نعرف شو صار، لا. بعد اليوم مثلا 425 مش نفذته الامم المتحده، و242 بعده، و2254 اللي بخص سوريا بعده، و194 من سنه 47 بعده، فمش قرارات الامم المتحده خاصه بما يتعلق بالشرق الاوسط بتتنفذ، اوكي؟ ثالثا طيب نحن عندنا كمان مصالح، اليوم نحن استشرنا البلدان العربية، حكينا نحن وياهم بنيويورك وهون وين ما كان. عندنا لجنة سداسية اللي أو خماسية من وزراء خارجية عرب، ولبنان ضمن هذه اللجنة اللي بدها تتباحث مع سوريا من أجل حل قضية اللاجئين كمان بالنسبة للبنان. هيدا شيء مهم مثله مثل المفقودين مثل غيره يعني، وهيدي بنطرحها اثنينتهم بنطرحهم نحن بالعلاقات مع سوريا. فنحن مثل ما شفت من نتيجة التصويت انه ما أثرت، طلع مش البيان، خلينا نشوف شو بده يعمل، ونحن مستعدين نتعاون مع هذا البيان اذا او مع الاليه اللي بده يطلعوا البيان اذا مشيت هالاليه. فخلينا نحن بدنا علاقات منيحه مع الدول العربيه المعنيه ومع سوريا حتى نشوف وين بدنا نوصل، يمكن ما نوصل لمحل مع سوريا ويمكن نحل كل قضايانا معها. فلذلك الواحد بده تروي، بده اليوم عندنا المصلحه اللبنانيه هي شامله، مش مصلحه شيء واحد من روح من زت حالنا من دون الانتباه الى مصالح اخرى اللي بتخص لبنان. اوكي مع الوزير، بس اسمح لي هون اناقشك بهذه النقطه، يعني تحت عنوان انه ما مش كل قرارات الأمم المتحدة بتتنفذ بخلينا ما نسود وجهنا مع الدول العربية، اللجنة الخماسية اللي تشكلت بعد قمة جدة حول سوريا، وخلينا ما نسود وجهنا مع النظام السوري، وخلينا نمتنع عن التصويت طالما كل قرارات الأمم المتحدة ما بتتطبق. هذا هو الموقف؟ لا اول شيء ما في تسويد وجه او عدم تسويد وجه، لان نحن باللجنه الخماسيه. ايه اوكي، نحن باللجنه الخماسيه، نحن بدنا المصلحه، بدنا نقعد، اما بنختلف هلا بنبلش نعمل. انت بتعرفي كمان كان في لوبي قوي سوري حتى نغير حتى نصوت ضد القرار، لكن نحن امتنعنا. فنحن من هذه اللجنه، وهيدي منا تسويد وجه ولا تبييض وجه، هيدي من مصلحتنا، مصلحه لبنان، مصلحه لبنان اليوم اللي بهدد لبنان ومصلحته هو وجود مليونين لاجئ فلسطيني، سوري عفوا سوري لاجئ
لاجئ سوري بلبنان، هيدا بهدد وجود لبنان. نعم. هيدي حيثية لبنان. هاي أنا بقول لك هيدي أهم من كتير أشياء. بس نحن منا نسيين قضية المفقودين، وهيدي قضية المفقودين قبل معنا السلام الخارجية بكتير، وما قدروا يتوصلوا لشيء بهالناحية. نحن بحسب المستقبل إن شاء الله وقت نبلش البحث مع سوريا بقضية حل مسائل عربية مع سوريا باللجنة الخماسية. طب منهم من يفسر هذا الموقف مع الوزير بأنه تلطي وراء أنه لبنان عضو باللجنة الخماسية كرمال يعني عدم افتعال مشكل مع الدولة السورية. يعني حضرتك عم تقول أنه نحن عضو باللجنة الخماسية، مظبوط لبنان عضو، ولكن ما الذي يمنع أن يكون لبنان عضو في هذه اللجنة الخماسية وبنفس الوقت أن يصوت لمصلحة هذه الهيئة على اعتبار أنه لبنان معني فيها بشكل مباشر؟ أولا في مفقودين لبنانيين من زمن الحرب، ثانيا في عنا مصور اسمه سمير كساب هو فقد في سوريا ولا يزال أهله لهلأ عم بفتشوا عليه من دون أي إشارة لا من الدولة اللبنانية ولا من الدولة السورية عنه. وتعتبر هذا الإطار، يعني الإطار تبع هذه الهيئة، هو بارقة أمل لهؤلاء بمعرفة على القليلة أنه مصير هؤلاء المفقودين. ما المانع أن نكون جزء من هذه اللجنة الخماسية وأن نصوت مع هذه الهيئة باعتبارنا معنيين بشكل مباشر مع الوزير؟ نحن من دون شك معنيين بشكل مباشر، لكن بدنا نتبع المصلحة العليا اللي ما بدنا هلا نكسر الجرة مع حدا، لا تبييض وجه ولا تسويد وجه، هيدي مصلحة لبنانية بحتة. بدنا نوصل نبحثها، بشو استفشل هاللجنة هيدي بصنع القرار أو بالتوصل لأي نتيجة. أنا ما بقول رح تنجح حتما فيها، لا، بجوز تفشل فشل ذريع يعني، لكن نحن بدنا نحاول فيها من دون ما ننسى هيدي. ولو صوتنا لهيدي أو ما صوتنا ما رح تطلع النتيجة تتغير، كلنا النتيجة كانت معروفة مسبقا إنه رح تطلع، فقررنا نحن إنه نمتنع عن التصويت من أجل المصلحة اللبنانية بحتة، ومن هذه المصلحة هي إنه نشوف قضية المفقودين. طيب عم تقول للمصلحة الوطنية، عال لبنان صوت امتنع عن التصويت للمصلحة الوطنية لأنه كان عارف إنه هيدا خلص رح ينصوت له، ونحن عنا مصالح مصلحة وطنية مع اللجنة الخماسية الدول العربية والسوريين، وكان في لوبي سوري عم يشتغل لتصويت لبنان ضد هذا القرار. اليوم هلأ شو بدك تقول فعلا جديا؟ عم يطلعوا يحكوا لأنه من وقت ما صدر هذا القرار عم نسمع ردود فعل. شو بدك تقول عن مصلحة الأهالي يلي بتعرفهم أنت كتير منيح، وأنا بعرف أنك بتعرفهم والسنوات الماضية أنا بعرفهم وبحس معهم. شو بدك تقول لسمير كساب، لأهل سمير كساب يلي هلأ كان معنا خيو بنشط الأخبار يلي عم بيقول أنه هن الدولة اللبنانية مش تقلانة عن سمير كساب؟ ليكي، أولا نحن مش ضد قرار الأمم المتحدة، أوكي؟ نحن مع كل قرارات الأمم المتحدة ونتمنى أن تنفذ كلها من دون أي استثناء، أوكي؟ ونحن إذا صار في آلية بتشتغل نحن رح نكون معها الآلية. هذا كل شيء ما بقدر أقوله. نحن مش ضد هذه الآلية لإيجاد وين المفقودين بسوريا أو بغير سوريا بالعالم. مثلا الكويت صوتت كمان، أنا باللي كان الكويت صوتت مع القرار لأنه عندها مشاكل بقضية مفقودين كمان كويتيين من أيام حرب التسعين مع العراق. فلذلك أنه هذا القرار نحن لسنا ضده، امتنعنا عن التصويت لأسباب أخرى، لكن نحن لسنا ضده ونتعاون معه مع هذا القرار إذا صار في آلية للشغل فيها. طيب بدي بعد عندي سؤال لو سمحت. هذا القرار يشكل خرقا لمقدمة الدستور والتزامات فضل لبنان الدولية، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتاليا يعد ذلك تنكرا لدور لبنان التاريخي وينقلنا إلى مصاف الدول المشجعة على التفلت من العقاب. هذه هي التعليقات على هذا القرار، أنه اليوم يناقض مقدمة الدستور اللبناني. هي محرجة من دون شك فيها، لكن خلينا نقول في مصلحة لبنانية نحن بحاجة لها كلنا، اللي في قضية اللاجئين وفي قضية المفقودين مع سوريا.
فبدنا نبحثها بقضية الحوار، لأنه لغاية اليوم الأمم المتحدة فشلت في كل مشاريعها مع سوريا ومع الفلسطينيين. بغض النظر إذا فشلت نحن اللي بهمنا. لا ما في سأة. لكن هل نحن مستعدين نتعاون معها؟ نحن مستعدين نتعاون مع الأمم المتحدة لآخر نقطة اللي بدك إياها. إذا فشلت كل القرارات وإذا ما عملتهم الأمم المتحدة، هذا لا يبرر للبنان يا معالي الوزير أن يشيح بنظره عن قضية المفقودين. هذا هو لب كل هذه ردود الفعل اللي عم بتشوفها. يعني هيك اليوم أنا ما فيني جاوبك على هيك شيء. القضايا مبدئية ما فيني جاوبك عليها، نحن نشتغل شوية سياسي أكثر. شو بدنا نعمل يعني؟ طيب اللجنة الخماسية شو بدي لك أكثر من هيك؟ طيب اللجنة الخماسية يا لبنان عضو فيها ويلي تشكلت بعد قمة جدة يلي بتتضمن 5 دول من بين لبنان، كانوا السوريين عم يشتغلوا لحتى ينضموا إلى هذه اللجنة، وهذه اللجنة مهمتها متابعة القضايا المتعلقة بسوريا، صح؟ صح. لا في شوية غلط. شو؟ سوريا هذه اللجنة بتجتمع مع السورية وإلا ما إلا معنى إذا ما انبجلت. نعم. ولسبب سوريا دخلت عادت على الجامعة العربية. الجامعة العربية. طلع عربي. نعم. فلذلك إنه أول شيء إنه هاللجنة بتجتمع مع السوريين. نعم. ثانياً إيه في أجندة بعد نحن عم نعطي مجال لسوريا باللجنة الرباعية اللي اجتمعوا بعمان عطوها لسوريا عدة أسئلة وبعدنا يعني صار له شهر القصة. ان شاء الله بعد العيد بنلتقى وبنشوف شو بنعمل. كان مفروض هلا ما في ولا اجتماع صار. ما صار ولا اجتماع، كان مفروض يصير في اجتماع بالقاهره من حوالي اسبوعين وما صار، تاجل صح؟ مزبوط، لان كان في بعض الوزراء كانوا مشغولين باشياء تانية وعندهم مواعيد تانية ما قدروا يكونوا بالاجتماع فتأجلت. طيب انا اللي بهمني انه على جدول اعمال هذه الطاوله يلي لبنان عضو فيها، معالي الوزير هل ستطرحون قضيه المفقودين اللبنانيين في سوريا انطلاقا من انه هذه اللجنه وهذه الاجتماعات هي تعنى بالقضايا المشتركه السوريه العربيه من مثلا تجاره مخدرات الى قضايا كثيره؟ انا هلا بما انه هذا موضوعنا اليوم، هل ستطرحون هذه القضيه يلي امتنع لبنان عن التصويت عليها بالجمعيه العموميه؟ ليكي نحن ما انا ما اجتمعت بعد مع هذه اللجنه، لم تجتمع بعد كامله بالخمس اعضاء مع الامانه العامه للجامعه العربيه، لكن لما اجتمعوا الدول الاربعه اللي اجتمعت ما عندنا مشكله المفقودين مع سوريا. الاردن مثلا عنده مشكله اللاجئين وغيره عنده مشكله المخدرات. نعم. انحطت كلها على المحك، بس كلها هيدي ما بتكفي اذا ما كان في رجوع كامل لسوريا الى المجتمع الدولي، لانه ولا بلد عربي بيقدر يتعاطى مع سوريا مثل كانه ما في عقوبات دوليه. كلنا عارفين هالشيء وكلنا بنشوف كيف بنعالجها وما بلشنا نعالجها بعد لليوم. نعم اوكي، عم تقول في قضيه اللاجئين هي تعنى بكل هذه الدول اكثر من هذه القضيه، بس انه لبنان هو عنده قضيتين. ايه. قضيه يعني اللاجئين اوكي، المفقودين هي قضيتنا نحن بس. صح فهمت، بس انه نحن عندنا قضيه اللاجئين السوريين وراح نطرحها بالاجتماع. يعني نحن عندنا قضيتين. صح صح. ورح نشتغل مع لجنة الأمم المتحدة. نعم. ورح نشتغل مع آلية الأمم المتحدة إذا تأسست. رح تشتغلوا مع هذه الآلية، بس هل ستطرحون ضمن هذه الطاولة القضيتين، يعني قضية اللاجئين أولا وقضية المفقودين في سوريا انطلاقا من أنه من بعد 2011 عندنا مصور اسمه سمير كساب موجود، هل ستطرح هذه القضية؟ هذا اللي أنا بدي أعرفه. ان شاء الله نطرحها، ما بقول لك ما في جدول اعمال حتى نطرحها ام لا بعد، بس هودي اللي قلتيه مزبوط، هيدي اولوياتنا نحن بالحوار مع سوريا. ستذهب معالي الوزير في اولويات عربيه، في اولويات كل بلد عنده، كل بلد عنده شغل لحاله. صح صح. طيب قضايا لحاله مع سوريا. صح. بانتظار ان تعقد هذه اللجنه والاجتماع، نحن طبعا رح نتابع معك. بدي اسالك عاد الوزير عصام شرف الدين، وفي قضيه اللاجئين في كلام عن انه في وفد اليوم لبناني سيزور سوريا لمتابعه عوده اللاجئين السوريين، تتقدمه حضرتك صحيح؟ واي متى؟
بلغت فيه لكن ما بحث القضية بعد. جمعة الجاية بدي بحثها مع بسبب اليوم الإجازات ورئيس الحكومة مش هون، فبدي بحثها مع رئيس الحكومة جمعة الجاية، لأن أنا ما كنت مجلس الوزراء وقت اتخذ هذا القرار. وبالتالي حضرتك اللي رح تروح تتقدم الوفد صح؟ لا مش ضرورة، عم بقول لك أنا ما كنت، ما بعرف شو الهدف من بدي أشوف الهدف قبل ما أروح. طيب شكرا لك، شكرا لك مع الوزير، شكرا لك على هذه المداخلة. أهلا وسهلا فيك. سمعنا وزير الخارجية بيقول أنه سمعته طبعا، مش ما في ضرورة أكرر، بس بيقول أنه لبنان سيتعاون مع هذه الآلية إذا أقرت، بس أنه في مصلحة وطنية. هلا بموضوع النازحين مش انا ماني يعني بالمقتنع نتيجه وقايع انه حدا رح يقدر من لبنان يحل موضوع النازحين. هذا الموضوع قضيه عربيه اسلاميه كبيره عم نعطيها هذا البعد. يطلع حدا من لبنان ويتصرف على قاعده انه رئيس الاسد بده يرد هود النازحين او قسم منهم، هيدي ما بتصير. في كلفه، في ثمن معنوي، في ثمن سياسي، في ضمانات هيدي بالنظام كيف بده يمشي بالمستقبل، هيدي العلاقه بالعلاقات مع السعوديه. في اموال بتكلف اعمار سوريا ب 600 مليار وما فوق، مين بده يامنها؟ يطلع عالم اليوم من السوريين من هون ينحطوا بسوريا يكلفوا طبابه وكهرباء ومي واهتمام امني مش وارده. مشان هيك هيدا اولا على جنب. بنقطه ثانيه، الحكومه ما شاركت بمؤتمر الاردن له علاقه بالنازحين توصلت للنتيجه، ما كان في اهتمام. راحوا على بلجيكا في دراستين عملها، وحده عملها وزير الداخليه بسام مولوي، والثانيه عملها مدير الامن العام اللواء الياس البيصري بالتنسيق مع الجهات الدوليه لكيفيه التعاطي بموضوع النازحين. راحوا لهونيك، الحكومه منا بصدد تعمل مواجهه مع المجتمع الدولي بموضوع النازحين، لانه اوروبا ما بقى فيها تدعم لبنان، الاتحاد الاوروبي ما بقى فيه يدعم لبنان، عنده ازمه الاوكرانيه والفائض يعني من النازحين الى اوروبا. توصلك لمحل انه اذا كان الرابط بموضوع النازحين السوريين، سوريا تستفيد طبعا بعد الحدث الكبير واللقاء الكبير بين محافظ بين عفوا بشار الاسد والامير محمد بن سلمان. يعني لبنان ما بقى يامن لها اي انتاج معنوي اذا طلع حدا من عندها، بس انه انا ماني بحاله فك مطوعه بيجوا لعندي. هذا ما ببرر ابدا كل اللي عم بيصير، ما ببرر ابدا انه ما يكون في اهتمام بموضوع اي مواطن موجود بسوريا ضايع عمل حادث سياره مفقود بهذه الطريقه. وزير الخارجيه حقه يدافع عن قرار الحكومه الغلط، بس اليوم عم نحكي بواقع الحكومه لا تستطيع هذه المواجهه. بدنا نحكي بمراعاة الدول العربيه، الدول العربية حكيت كثير عن النقب النفس وعدم التعرض لها، هذه الحكومات كانت ساكتة عما تتعرض له، السعودية والإمارات وقطر. لحديد امبارح صار في التسوية الإيرانية السعودية طرقوا شوي، بس كانوا قبل عم يشتموا الدول العربية، ما كانت هذه الحكومة تلجأ إلى أي خطوة إيجابية. بس هذا الاختصار عندي. أنا بعد ما مقتنع على أنه قرار الحكومة هو خطأ. نعم. طيب بدي ارجع، مش عم بحكي عن قناعة، مش عم سجل موقف، عم بحكي وقائع. نعم بدي ارجع للحديث اللي كنا عم نحكي موضوع الرئيس، موضوع الرئيس كنا عم نعلق على ما قاله النائب جميل السيد. كنت عم تقول عن نقطتين، خبرت حضرتك حادثة صارت مع قائد جيش جوزيفون لما راح على امريكا وشو طلب منه وشو علق يعني. لا ما طلب منه، بنسي ان ايش يعني تفهم غلط، ما طلب منه، تقول انه انا هي سمعة. الشغله الثانيه، في كلام انه عند حزب الله بخبروني ناس بيشوفون انه بنعرفه الزلمه تعودنا عليه، وهون ما انا ما عم فوت فوت باسماء وتزكيه اسماء. نعم. انه هو وفريقه ومدير المخابرات طوني اهواجي اذا بالمستقبل كان ببوست ثاني تما يفهمون الناس غلط، انه نحن تعودنا على هذا الفريق يعني الوضع عادي طبيعي، ما بدنا هلا نفوت باكثر، واذا اجى جوزيف عون مين فريق معه كيف بده يتعاطى في هذا الكلام. اللي بقول انه ما عم ينحكى وعم يتناقش هذا الكلام بيكون في شيء غلط، بينحكى على اساس انه التشخيص للوضع، بس ما عم ينحكى كان ايش انه بكره بدنا نمشي بانتخاب جوزيف عون. في حاجه للبلد لانتخاب رئيس على قاعده انه الرئيس اللي بده يجي بده هو يعمل حوار
لاي نظام بالمستقبل بده يكون. تماما هذا اللي بدي اسالك. هذا بدي اقول لك اياه، وانت كاتبه عنه بس انا ما عم جاريكي كاتبه عنه، بس اسالك شغله. هذا الحوار قبل الرئيس ولا بعد الرئيس؟ اولا انطلاقه اليوم لانتخاب رئيس هي انه مين بيكون اقل شخص عنده اعداء. عرفت كيف؟ بهذه النقطه. مش اكثر واحد عنده اصوات، هي اول نقطه. النقطه الثانيه في هالسجال انه بعد او قبل. من هون عم ينحكى انه الوضع بالبلد ما بيسمح يتاخر الوضع، انه الطائف اخذ اشهر اذا موضوع تعديل النظام اذا حدا بده. يعني اليوم في الحاله السنيه رافضه، الحاله المسيحيه كلها رافضه، والدزيه رافضه، يعني مشان هيك اذا في نقاش اليوم ما حدا قابل فيه. يعني والطائف اخذ مسار طويل، اخذ ابراهيم عمل جولات وراحوا، يعني كان في مسار طويل توصلوا للطائف، وكانوا المسيحيين في وقتها مهزومين نتيجه 88 89. اليوم لا، بما تبقى مش قابلين يتنازلوا اكثر عما وصلوا له، وكذلك السنه. فاذا ما يشبه الطائف مش مطروح هلا ينعمل. نعم. ما يشبه الدوحه بده لجنه خماسيه او بده محل معين حدا يحكي مع الجميع. اللي عم ينحكى فيه وهيدا عم يحكوا فيه الفرنسيين انه باكت ناسيونال جديد، بهالمعنى انه بيجي رئيس جمهوريه هو بيترأس الحوار، بيقعدوا هن بيدبروا حالهم اللبنانيين. بدنا يجي واحد اول شيء يكون ضد الفساد، عنده مصداقية، يفتح العالم العربي، يفتح على الغرب، يمشي بإصلاحات ويقعد هو يرعى الاتفاق الجديد، هن يدبروا حالهم، لأنه مش كل مرة بده يصير في خلافات على موضوع الانتخاب الرئيس. من هذه النقطة الرئيس الجديد بالمفهوم الغربي هو اللي بده يرعى كيفية تقسيم البلد، يعني عفوا خصوصيات مش ما بعرف فدراليات أو غيرها، في أفكار كتير إنه الرئيس الجديد هو بيجمع القوى ويتناقش هو وياها، يمكن تاخذ قصة سنة اثنين ثلاثة بيبحثوا نظام جديد كيف بده يحطوا آلية. يعني قصدك هذا النقاش حول شكل البلد أو نظامه، يعني إذا كان بدنا نقر لمركزية الإدارية الموسعة يلي قال عنها اتفاق طائف، ما أقول عن شيء، أنا بحكي بشكل عام. بشكل عام سيكون بعد الرئاسة. بعد الرئاسة. طب قبل الرئاسة لحتى نوصل لرئيس جمهورية، اليوم في كلام من حزب الله لا يزال متمسك بسليمان الفرنجية. يعني كل هذا الكلام اللي عم نحكيه وما قاله النائب جميل السيد ممتاز، بس نحن بعدنا بأول عنوان اللي هو سليمان الفرنجية. وكمان ينقل بالمعلومات يعني المتوافرة عن لقاء الموفد الفرنسي بالنائب محمد رعد، في كلام قاله النائب محمد رعد للفرنسي بما معناه أنه نحن ما رح نتخلى عن سليمان الفرنجية. محمد رعد مع حفظ ألقاب السيد محمد رعد، كلامه بالنسبة لحزب الله بحالته الدينية والسياسية أكثر من كلام السيد حسن اللي قال نحن نقطة 29 ومنتراجع عنها، بس صار في اتصالات خارجية لأكثر من ظرف. طيب نرجع نعيدهم، مش الشباب ب 23 عفوا على الكلمه ب 23 ووصلنا من عمل تطبيع ضمني مع اسرائيل وسلام غير مباشر، هيدي في امور بتيجي من شو سلام عم بعطي رايي، عم بعطي رايي، هذا رايي، عم بحكي كواقع ما عم بحكي سياسه، عم بحكي كصحافه انا. يعني مشان هيك لتوصل عليها الامور يعني كان بدي خبرك خبري، كان بس يصير حدث بالمنطقه كان يقولوا سنرد من الجنوب. امبارح الموساد عمل عمليه كبيره بايران ودخل على الشخص اللي كان عم بيشرف على عمليه اغتيال يهود او اسرائيليين بقبرص، ما في رده فعل لانه الحزب لا يريد ان يتحرك بعد اليوم في اتجاه اسرائيل. تعطيكي فكره بس، يعني مشان هيك تما تعتبر انه عم بيحكي كلام بالمطلق. اليوم في جبهه مطبعه في اسرائيل بدها المكاسب بالداخل، بيعتبر الحزب انا عندي معارك، انا قتلت اسرائيل، انا قتلت داعش، بدكم تعطوني قبالها، هذا موضوع بده يروح على الحوار. تبعت كيف؟ بس هو لا يروح حزب الله ويتخلى عن سليمان الفرنجية تحت عنوان الرئيس الضامن له، الرئيس الذي لا يطعن بظهره بحسب كلام السيد، بده شيء، مش رح يروح ببلاش. يعني الحزب يعني الحزب الحزب يعني اليوم في حدا بده يجي يحكي مع حزب الله يقول له إذا بدنا نروح على رئيس تعا تفضل شو بدك، يعني وإلا بنضل بمطرح مسكر. حزب الله عم يعني بيشتغل سياسي كمان، يعني عم يرفع سقف إنه مشان شو بده، شو معيار عدم الطعن بالمقاومة؟ ما المقاومة صار مداها آخر شيء اليمن والسعودية، لا والعراق وسوريا. اسمعي، عبر الأمين العام عن هذا الموضوع لمطران بولس عبد الساتر لما قال له، أنا كتبته، شو قال له؟ قال له بدنا حدا ما يطعم فينا مثل السنيورات، كان بده يهجر الشيعة على جنوب العراق. طب يا أخي الشيعة يا مدام سلاح الإشارة الفلسطينية عندما رحلوا من لبنان هن مواطنين فلسطينيين مش مقيمين، يعني قاعدين بلبنان، ابناء الطائفه الشيعيه الكريمه
ما هن لبنانيه وقاعدين بلبنان وعندهم اهلهم وبيوتهم معهم سلاح، هذا السلاح مش معناتها الصاروخ اللي هن عم بهددوا فيه اسرائيل قبل ما يعملوا التسويه، طب ما اكون نسيت تسويه الحدود ترسيم الحدود، هو النظام الامني الهيمنه لانه انفلشوا بمرحله مؤخره، هو مطلوب انه يكون في دوله وتاخذ الدوله مالها وهالناس ترجع تنتعش وتعيش وتوقف الهجره، طب كيف يصير في نظام ودوله ومؤسسات لحد التسويه الكبيره. اليوم كل الدول كل يعني ما في نظام كبير، هيدا امبارح روسيا ليك شو صار فيها بين مع فاغنر وبين بوتين، ما في حدا كبير يعني على اي لحظه عسكريه امنيه، فاذا اليوم نحن قدام مرحله جديده بالبلد، حزب الله ما في يجي بعد اللي عمله بالناس جوعهم ووصل الوضع لهالازمه وتهجير، خليني كمل هذا الفراغ كله يجي يقول انا بكم تعطوني. اذا الطائفه الشيعيه اسمعي ما عم جامل بكلامي، اذا الطائفه الشيعيه هي بحق لها بضمانات بحكم عددها بحكم ظروف معينة ما في مانع، بس أنا أخذ بالقوة كيف هذا الشيء ما حدا يعطيه، يعني هو بده يعرفوها لأنه الناس ما بقى عندها شيء تخسره. يعني اليوم اللي عملوه آخر شيء هودي الشباب بالتقاطع تبعت كيف؟ ايه بدي اسالك عنهم بس ممكن ينعمل بموضوع تفضل رح اسالك عنهم بس قبل ما نوصل لهون عم بتقول انه ما في جوع الناس، اللي جوع الناس هن كل الطبقه السياسيه، هن مش بس حزب الله وحزب الله جزء من الطبقه السياسيه. طيب يعني مسؤوليته اكثر من غيره اوكي خلص بس لحتى مسؤوليته اوكي من 2005 كل واحد اجى على الحكومه كل واحد كان مجلس النواب هلا ما تفهمونا غلط انه تشرحنا وسقطنا بقول له عم يتشفى، كل القوى السياسيه طيب. مسؤوله عن اللي صار، ما حدا يقول انا بريء من اي موازنه أوكي. ما حدا يقول مسؤول، اللي ما كان بالحكومه ما سكت بمجلس النواب عن الموازنات، فاذا كلهم مسؤولين بس طيب. حزب الله بخياراته برهانه يعني بين عم يعني انت عم بتخل عم بسؤالك لي عم يعني اذا حريصه انت توضحي تعملي توازن بالكلام، انا بدي اوضح اكثر. يعني حزب الله ايه اوصل الوضع الى ما هو عليه اليوم هو حزب الله وخياراته. طيب حزب الله وخياراته، هلا بغض النظر انه اذا كنت معه او ضده، ولكن هي بتودي على انه اليوم حزب الله هو عامل وقوه اساسيه بالبلد وهو لا يمكن تخطيه باي استحقاق رئاسي، بس خليني لا يمكن تخطيه باي استحقاق رئاسي، وحضرتك بتعرف انه اذا اتفقوا كل هلا المتقاطعين اللي بدنا نحكي عنهم ما بيقدروا يجيبوا رئيس جمهوريه من دون موافقه حزب الله. حزب الله كان يقول يا مدام زفين خلينا نخبر هو خبرية شريك اساسي معنا وقت كثير او لا معنا وقت طيب. رح نمدد شوي لانه طيب. اخذنا كثير وقت الحلقه. طلع على منطقه الاقليم كلها سوا كانوا يحكوا سابقا انه نحن انتصرنا بالاقليم، عم بحكيك وقائع وهيدي قراءات مش عفويه. العراق اللي هو يعتبر اليوم بيد عفوا الطائفه الشيعيه. مقتدى الصدر نزل على الساحه بالعراق يقول ايران برا. عمار الحكيم اللي هو اليوم نافذ عنده اتصالات وهواء عربي. السوداني رئيس العراق الحكومه السوداني اليوم بعت وفود على الغرب متواصل مع امريكا، والجيش الامريكي اللي من ثلاث سنين هددوه بدهم يبعتوه من العراق لانه قتل سليماني، خلني كمل بقي بعده عندهم. سوريا مليارات حطت ايران من الدولارات وحطت الوف القتلى، بلحظه معينه شافوا الرئيس الاسد بحضن محمد بن سلمان وعم يعمل معه تفاهم للمستقبل. بالبلد هون كان يقول قاسم سليماني عندي 77 نائب، نعم امبارح جابوا قديش 59 نائب، وين بعد القوة؟ ما حدا في يجيب رئيس، هيدي القوة السابقة ما عادت موجودة، موجودين بعطلوا بعضهم اثنيناتهم، التقاطع عطل الرئيس وحزب الله عطل الرئيس، ما حدا ربح على الثاني، فإذا هيدي النوع من انه المباهات مضبوطة لا مضبوطة بالشكل أوكي. بس بالتنفيذ امبارح يعني لو ما هذا الموقف اللي اتاخذ كتبت مقال بهذا الموضوع حضرتك عم هذا الموقف شرحت واقع فيه طيب هذا الواقع اوكي بس الواقع كمان بيقول انه معك حق ما في المتقاطعين ما بيقدروا يعني حزب الله ما بيقدر يفرض رئيس جمهوريه وبنفس الوقت اللي ضد حزب الله خصم حزب الله ما بيقدروا يجيبوا رئيس جمهوريه وبالتالي اليوم نحن بحاجه لنروح لمكان وسط هذا المكان الوسط يستدعي الحوار مع حزب الله ويستدعي مع حزب الله يا مدام يستدعي سؤاله اليوم اي رئيس يطمئنك لانه هو بيعتبر انه الجميع جاهز للتواطؤ عليه المؤسسات السليمه ورئيس جمهوريه
رئيس جمهورية عقله براسه ما بده يعمل صفقات تيقطع يعني ويناوب بالسياسة، بيقدر يوصل البلد لمحل الجميع ياخدوا حقوقهم. حزب الله اليوم حقه يقول أنا كمواطن عندي هذه مثلا المطالب. طب ما كمان المسيحي، المسيحي قبل منه لعب لعبة إخراج الفلسطيني من لبنان، شو الثمن؟ لعبة كمان بإخراج السوري من لبنان. فإذا مش كل واحد في يقول إنه أنا بدي الثمن على حساب غيري. هذا موضوع من هيك بده مؤتمر حوار وعم نحكي هلا طبعا بده نقاش كتير، مشان هيك ما حدا في يعملوا الا بدهم يقعدوا مع بعض ومش عم نحكي شعر. نعم. هيدا النظره الخارجيه. طيب خلينا شوي نحكي عن العلاقه بين القوى المسيحيه. تقاطعوا بس اليوم الكل بيعرف انه هذا التقاطع هو تقاطع مرحلي هش اذا فينا نقول، هو لم يتقاطعوا الا على رفض سليمان فرنجيه، والدليل انه ما يقال عن كلام لرئيس التيار الوطني حر برمبسي يلي بيقولوا انه هو مستعد ان يتخلى عن جهاد ازعور في حال كان التفاهم مع حزب الله مفتوح. ممكن نائب جبران بسيد، خلينا نبلش هيك، عنده 3-4 اسماء هيك ممكن يعني ينطرحوا كتسويه جديده، لانه مساب هو بالملف الرئاسي عم يساب، هو المتقدم هو المبادر، عنده 4 أو 5 اسماء عم ينحكى فيهم هو ممكن يكونوا بالتدرج. يعني مهم انه ما رح نحكي هلا مطول عن جوزيف عون، انه هو رح يقدمهم احتياطا لما ينطرح جوزيف عون. هالاسماء اذا قبلوا فيهم المسيحيين وحزب قبل فيهم حزب الله، ممكن هو عم بيقول لهم لحزب الله انه انا الضمانه كصديق او مؤمن بالمقاومه ودورها، انما ضمن حدود ليس على حساب تدمير الدوله او عدم بناء الدوله مثل ما بيحكوا دائما. هذا بدنا ننطر كمان، ما فينا انا اذهم، يعني ما حدا مسلم بقى باي شخص بيطرحه. اليوم ما لنا هينه مدام جوزيفين انه اللي عمله جبران بسيد في مقابل حزب الله. نعم. البعض بيعتبر اليوم انه هيدي مناوره، لا، وقف وقفه يعني مقتنع فيها هو. نعم. رغم كل جبروت حزب الله، يعني اليوم يقال انه هيك بمفهوم المعادله اللي عند الثنائي انه اليوم حسن نصر الله وقف اليوم بشار الاسد على اجري، ما قدر يجيب استمرار فنجي رئيس جمهوريه بلبنان. لانه جبران بسيد قال لا، مش لانه حدا تاني قال لا. نعم. هذا طب انه اليوم بدك توصل لهذا التفاهم، طالما هودي المجموعات متكتله على حق او على غلط بدها تعمل يعني قدرت تعمل تفرض يعني تفرض موقف. هو عنده 4 اسماء، بدنا نشوف بكره كيف يطرحها. هودي الاسماء عم ينحكى فيه مش جديد يعني. نعم. طب العلاقه بينه وبين القوات اللبنانيه وبين القوى المسيحيه اليوم، هل ممكن انه تستمر؟ هلا عم تبيع وضع. يعني في كلام عن انه هلا اسم جديد بدهم يتوافقوا عليه، زياد بارود. هلا ما في اكثر من اسم، يعني مثلا اذا قلت لك هو يعني جبران باسيل عنده 4 اسماء يحكى فيهم، مش معناتها هن تحت بجيبه، يعني انه طب ما مش زياد بارود بحطرح الاستاذ روجا ديب، ما مش استاذ روجا ديب بحطرح الاستاذ ناجي بستاني، ما في استاذ ناجي بستاني رح يطلع لحدك تقلك من حكيت عندكم هون. ايه هو زياد بارود ليه؟ لانه زياد بارود عنده مثلا التغييريين بوافقوا عليه، الكتائب توافق عليه، ما بين التغييريين امبارح التغيير اول شيء القوات اللبنانيه ما بتأيد زياد، نحكي للعالم القوات في عليها علامات استفهام. ما هو هيك، ما ليش انه بس طرحنا اسماء انا بتجنب الاسماء، لانه خلينا نحكي بشكل عام انه اليوم بده يتفاهموا، اذا طرح اسم الباقيين رح يكونوا رافضين. التغييريين كان عندهم عدة خيارات، الخيارات اللي أخذوها ياسين ياسين وملحم خلف وبولا يعقوب ما كانت متوقعة. نعم. هذه هي. يعني هيك عم بدك تنطري. طيب. قبل ما أختم بدنا نحط مثل خريطة الطريق. هلأ بتموز جاي راجع لدريون مفروض، كيف خريطة الطريق المرسومة من هلأ لآخر تموز؟ لأنه في كلام عن نهاية حاكمية مصر في لبنان وربما إمكانية نضوج شيء على مستوى أم الفرنسويين أم اللجنة الخماسية. رح يستلم نائب الحاكم بلقاء بمهام طبيعية، وما في أبعد من هيك، يعني استمع بمسؤول وزارة الخزينة مطمئنين له، وهو الضمانات المقدمينها مطلوبه من لبنان هو تعهد بتقديمها، تنشوف وقتها اذا بصير في بيعرف الكواليس بصير في خلل الامور رايحه نحو هذا المنحى. وعلى مستوى الفرنسيين واللجنه الخماسيه اليوم كيف خريطه الطريق المقبله؟
مش بدنا ننطر بعد الريون، راح يصير في تحركات بتصير ثنائية التي بلش تتوسع، راح ينعمل تسوية، لأنه حينعمل بدأ فريق متكامل، في رئيس، الناس بدهم يقدموا الرئيس، في ناس بدهم يضمنوا رئيس الحكومة، الناس بدهم يضمنوا وزراء، نعم. رح يكون في هذه التفاهمات، وما رح تشوف هذا التقاطع بالمستقبل مثل ما صار. يعني التقاطع اللي صار مؤخرا هون بدي أديك عن شيء كنا عم نحكي قبل شوي ما حكينا فيه، انه مش كل القوى رح تمشي مع بعضها. يعني اليوم اذا لاحظت وقت ميشيل معوض، في ناس قالوا نحن ما بنمشي بميشيل معوض لانه بكره بصير في تسويه، وهيك صار بالمستقبل. يعني بكره مثلا بالتغييريين رح تشوف ناس يقولوا نحن هالمره نحن وحدنا رح نكون عندنا هذا الخيار، نعم. يعني رح ينفصلوا عن بعضهم بس طيب عم بتقول انه رح يصير في اتصالات ورح يصير في تسويه، شو شكل هذه التسويه؟ وشو اليوم انه ما فينا نعمل تسويه من دون ايران وحزب الله، كيف بده يصير هذا؟ انا بس قلت لك انه بدهم يتواصلوا مع بعضهم، كل حدا يعني كل قوة بتحكي مع فريق مؤثر. يعني ايران اليوم حتحكي مع حزب الله، حتقول له سهل موضوع الرئاسة، هلا بسهله هو بياخذ عليه هامش كبير مثلا بضيق، بيقول لهم بدي هذا الشخص مش هذا الشخص، بس يكون في تسهيل، بده يتجاوب مع مطلب يعني ايران بتسهيل الملف، لانه وشفناها بموضوع الحكومه وقت ما عملوا اتفاق مالي بالعراق بين الرئيس ماكرون والقيادة العراقية، بعد 48 ساعة أو أكثر شوي ركبت الحكومة بين الرئيس ميقاتي وحزب الله والتيار الوطني الحكومة القديمة. فإذا يعني كلام إنه نحن خارج هذا التفاهم ما في، هون بيختلفوا بين بعضهم مثل ما صار بدي أرجع مثل ما صار بموضوع يعني آخر شيء على الاسم وعلى مرشح، هي المعركة أكبر منه. يعني بالداخل اللبناني بيختلفوا إنه بدنا نعاتب التغييريين لأنه ما عطيوا هذا الاسم، بينما هي معركة أبعد منها، معركة في قوة ما فيها تاخذ قرار قبل ما يجيها الإجراء من برا، يعني إنه تجاوبوا هلأني تتروحوا نحو اتجاه تسوية، مشان هيك ما في نضوج للتسوية هلأني قبل يعني كم شهر. ليه كم شهر؟ لأنه تيرجع بآخر آب اليوم بكون خلص برمته وعطيت نتيجة فشل يعني بدون إنتاج. هون رح يتحفزوا اللي قالوا له للفرنسي إنه أنت تأخرت كثير وما اعطيت نتيجه، حيقولوا انه ما فينا نترك البلد، رح يكون في تحرك بهذا الاطار. تحرك من مين؟ هذا التحرك السعودي رح يتحرك، القطري بده يتحرك، المصري بده يتحرك، بده ينحكى مع الايراني، يعني بدها تتحرك هلا، بيعملوا اجتماعات ساعتها سداسيه، صاروا اليوم قاعدين مع بعضهم كلهم سوا، ما عاد في هذا النوع من التباعد، فاذا مش هلا يعني ما له علاقه هذا الكلام انه هل يكون عيد الاضحى شو اسمه الحكومه هديه عيد الاضحى او هذا كلام، هذا مسار سياسي صعب. من هيك انه بعدها بتبلش قوتها تحكي مع بعضها تهيئ قواعدها او تهيئ يعني الناس التابعين لها قالت لهم رايحين على هذا الاتجاه، رايحين على التسويه، ما في الا تسويه لانه هذا الواقع، مش معناتها انه يعني في شيء غلط. ما حدا يعتبر انه رئيس مجلس النواب يعني اذا هلا داعي لجلسه حدا في يحسم، نعم ما حدا في يحسم، بده يرجع الوضع يتوتر اكثر. كرمال هيك الكلام عن انه لا تسويه قبل الخريف المقبل، انه بدها تخلص قضيه موقف الفرنسي، الحركه الفرنسيه بيتاسس عليها، نعم. لانه الوضع ما بقى يتحمل، بالحقيقه ما بقى يتحمل. امبارح يعني موضوع صندوق هذا التقرير تقرير نعم تقرير كثير كان خطر، نعم. يعني فيه مخاطر اللي هو لا هلا بعده مخفي انه مخبى، لا مش عم نحكي فرنسي، مش التدقيق الجنائي، امبارح تقرير صندوق انه البلد رايح على ظروف خفيه، لا يعني في بالبلد ازمات، نعم. في ازمات مصرفيه، في ازمات اداريه، ما في اليوم فراغ بالاداره. نعم. بدي اشكرك، شكرا لك رئيس تحرير موقع الكلمه اونلاين سيمو ابو فضل على وجودك معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك، شكرا مشاهدينا على المتابعه واللقاء.